على كل حال المزيد تنضم إلينا الآن من تونس درة مختار مفيدة إكسترا نيوز إلى تونس. درة برحب بك إذن في إكسترا اليوم، ودعيني أبدأ معك بسير العملية التصويتية على الدستور التونسي الجديد. درة. نعم، أهلا بك. دعيني نقف على آخر المستجدات لهيئة الانتخابات، حيث أعلنت قبل قليل أن تقريب 1,053,000 مشارك إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، تضم هذه النسبة 412,000 من جنس الإناث بنسبة 43% تقريبا، وأكثر من 800,000 لفئة الذكور يعني بنسبة 66%. هناك ثلاثة في عملية التصويت. المسار عموما في يسير بطريقة عادية وسلسة، ليس هناك صعوبات. المواطن والناخب يجد طريقة سلسة كما قلت في مركز الاقتراع. هناك احترام كبير خاصة من كل العاملين والمتداخلين الملاحظين، كذلك لهم يعني طريقة تعامل محترمة جدا مع كل من يكون متواجد ليتم بعملية إدلاء بصوته. بالنسبة للفئة العمرية التي لاحظتنا صراحة من بداية افتتاح مراكز الاقتراع، هناك أكثر من 60 سنة، يعني الفئة العمرية تواجد أكثر من 60 سنة بمعدل تقريبا 19.5% حسب طبعا الهيئة العليا للانتخابات. هناك نسبة طاغية أكثر إلى حد هذه اللحظة من التصويت لفئة الكهول. بالنسبة للشبابية هناك تقريبا 2.2%، لكن من الشباب الذين يتواجدون في عمليات الاقتراع، لكن صراحة هذا لا يعني حتى في بالقياس مع المسارات السابقة أن الفئة الشبابية دائما تكون في الفترة المسائية، مع التأكيد أنها الفترة المسائية خاصة مطولة باعتبار أنها إلى حدود 10 ليلا. هذا ما نأمله في أن تكون مرتفعة في نسبة الإقبال. ولكن درة يعني اسمحي لي بالمقاطعة، فكرة يعني أن تكون نسبة المصوتين من الشباب قليلة بعيدا عن فكرة الوقت، وهناك آمال على أن تزداد هذه النسبة بعد فترة الظهيرة، ولكن يعني تقريبا على مدار الانتخابات الماضية في تونس سواء كانت الرئاسية أو حتى الانتخابات البرلمانية وما شابه، هناك أيضا عزوف من فئة الشباب. يعني بالتأكيد هناك أسباب يعني لفكرة هذه النسبة القليلة من الشباب للمصوتين. درة. نعم، أنا قلت بقياس مع المسارات السابقة دائما صراحة الفئة الشبابية تكون في الفترة المسائية، ممكن عامل التوقيت عامل الصيفي يكون الشباب يعني يستيقظ يعني عادة في أوقات متأخرة، على غرار نسبة الكهول اللي دائما في فترة صباحية يكون متواجدون، يعني هذا المعتاد هنا. لكن من المؤكد سيكون عزوف شبابي مع الفترة المسائية، وهذا شاهدناه أكثر من مرة صراحة. صحيح. سابقا نأمل أن تكون نسبة الشباب متواجدة، خاصة أني شاهدت عديد مثلا الكتابات على صفحات التواصل الاجتماعي أو التصريحات لنسبة الشباب وهم مع الإدلاء بأصواتهم سواء بنعم أو لا والقيام بعملية التصويت، هذا من المؤكد. فيما يتعلق بتسيير العملية في كل المسارات تقع بعض الفروقات البسيطة، لكن صراحة لاحظنا أن المسار ماشي بصورة عادية. الأعوان والرقابة يتواجدون في كل مكان من الجمهورية التونسية وبالتحديد في كل مركز اقتراع وأعضاء الهيئات الفرعية نفس الشيء، عن طريق كذلك تصريح من الهيئة قالوا انهم لم يسجلوا غيابات في خصوص اعضاء مكاتب الاقتراع والذي هم اكثر من 61,000، وهذه نسبه جيده جدا جدا صراحه. لكن لم يسجل كذلك بطء في فتح المكاتب، كل المكاتب فتحت بنسبه 100% والتي تم فتحها من الساعه 6 صباحا، وكل هذه الامور
ممتازة على المستوى البشري واللوجستي في خصوص الخروقات. كذلك هناك سجلت خروقات بسيطة في حملة الانتخابات ككل، تعلقت خاصة بالأعلام والشعارات، هذا ما شاهدناه طبعا يوم أو أمس أو خلال الساعات الأخيرة قبل فتح يعني أبواب التصويت. تعلقت خاصة بالأعلام وشعارات، والهيئة قامت صراحة بالتنبيه وما يلزم بهذهم يعني هذهم الأشخاص الذي تمت رفع علامات وشعارات، وتم الالتزام في ظرف تقريبا 24 ساعة الأخيرة، ووقعت الإزالة لكل المعلقات المخالفة، وتمت إحالتها عن نيابة العمومية لأنها صراحة تشكل جريمة انتخابية. كل التقارير ما زالت سترسل إلى الهيئة على المستوى المركزي إن كانت هناك خروقات. الهيئة هنا مطالبة بتثبيت أثار القانون على كل المخالفات، هو أثار قانوني على مستوى إداري جزاء سياسي قد يصل صراحة إلى إلغاء جزئي أو كلي للأصوات التي تم تأثير جوهري للنتيجة. بطبيعة الحال المخالفات هي تشكل جرائم يقع إحالتها على النيابة العمومية، لكن إلى حد هذه اللحظة صراحة لم نشاهد أي خروقات، أي عدم تطبيق التطبيق يعني عدم تطبيق للقانون، كله يطبق القانون مثل يعني المسار طبيعي وسلس، وهذا ما شاهدناه حتى في الهيئة قبل قليل، والتصريحات التي تم الإدلاء بها قبل قليل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نعم طبعا، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل. درة مختار موفدة إكسترا نيوز كنت معنا عبر الهاتف من تونس، بالتأكيد درة سيكون لنا معك تواصل على مدار اليوم.